الإخلاص. الخالص كالصافي، إلا أن الخالص هو ما زال عنه شوبه بعد أن كان فيه، والصافي قد يقال لما لا شوب فيه، ويقال خلصته فخلصه، قال تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، وقال تعالى: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، أي انفردوا خالصين عن غيرهم، وقال جل وعلا: ونحن له مخلصون، وقال جل وعلا: وإنه من عبادنا المخلصين، وقال عز وجل: وأخلصوا دينهم لله، وقال تعالى: إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. فحقيقة الإخلاص التبرؤ عن كل ما دون الله تعالى. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، وغير ذلك من الآيات. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أخلص دينك يكفك القليل من العمل. وفي حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: إذا كان يوم القيامة يجاء بالأعمال في صحف مختمة، فيقول الله عز وجل: اقبلوا هذا وردوا هذا، فتقول الملائكة: وعزتك ما كتبنا إلا ما عمل، فيقول: صدقتم، إن عمله كان لغير وجهي، وإني لا أقبل اليوم إلا ما كان لوجهي. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة ليصعدون بعمل العبد فيستقلونه ويحتقرونه حتى ينتهوا به حيث شاء الله من سلطانه، فيوحي الله إليهم: أنكم حفظة على عمل عبدي، وأنا رقيب على ما في نفسه، فضاعفوا له واكتبوه له في عليين، وإن الملائكة ليرفعون عمل العبد من عباد الله فيكثرونه ويزكونه حتى ينتهوا به حيث شاء الله من سلطانه، فيوحي الله إليهم: أنكم حفظة على عمل عبدي، وأنا رقيب على ما في نفسه، إن عبدي هذا لم يخلص لي عمله، فاجعلوه في سجين.